السلام عليكم سامحو لي خوتي بالله. السلام عليكم خاوتي خلي يطلعوا الزملاء ان شاء الله ونباشروا البث المباشر خويا ربيع مرحبا بك نشوفك طلعت رويسية لعيبي وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هذه وش معاه؟ هم، والله لا لا تكذب صح صح ما شي يشوفوا فينا احنا ماشي السلام السلام ورحمة الله تعالى وبركاته خويا مراد ترايكية ربي سهل إن شاء الله ربي سهل خويا مراد بو عافية لاباس الحمد لله ربي يهنيكم سامحوا لي أني كنت مشغول شوية رتب شوية في الإدارة مسعدية حليب مرحبا بك الله يسلمك الله يسلمك ومرحبا بك خويا حليب وناس قال ما كل ماذا تعني هذه الإجابة ما فهمتش الأخر تاعك الاجابه دوك ان شاء الله ان شاء الله دوك نفصلوا فيها نفصلوا في حدود ما يعني نحن حكيم ربي يهنيك ان شاء الله خويا اسماعيل بنوار وارث راك نورتنا ربي يبارك فيك ان شاء الله وتحياتي للناس جميع س... جماعه الصيف كل وجميله كلاس لي قصير عبد الباقي الله يذكره بالخير مشطوب هو تانيك كان في الدوزيام فهم، سلام وعليكم السلام بوعافيه مساء الخير خويا الوالد يسقسي عليك الخير ان شاء الله خويا عاشوري يسقسي الخير ان شاء الله الوالد ان شاء الله راه في تحسن ان شاء الله رانا 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 معاه ان شاء الله بربي ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله وبلا مزيه اكيد هذا والدي مفروغ منها القضيه والديك كيما كان حافظ عطيه لا ويا حافظ ربي يبارك فيك ان شاء الله وعليكم السلام وعليكم السلام محمد ابو المعتصم خبابة خباب عبد الملك من خيار الناس ربي يبارك فيك ان شاء الله سكيك ده يلتحقوا شويه الزملاء بركة ونديروا ون... لايف بربي ان شاء الله نحاول خويا فوضيل نورت البس راني نشوف فيك ربي يبارك فيك خويا فوضيل حنيش ناصر عبد السلام من واتسوف ما شاء الله مدرك ربي يبارك فيكم ان شاء الله خويا حافظ ربي يبارك فيك يتوحشكم الخير ان شاء الله جلالي مستغن ربي يبارك فيك ان شاء الله شهاده نعتز بها هي الانسان يقدر قدر الامكان يحاول يمد صوره مليحه سواء لذاته بالدرجه الاولى ولعائلته وناسه وبدرجه خاصه الولايه نتاعو انسان قادر الامكان يكون ما يتجاوزش حدود اللباقه هذا قدر اذا راب ما بقى شيء من قسنطينه اخويا ربي يبارك فيك ان شاء الله ربي يبارك فيك ان شاء الله اخويا مولود اكيد 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 عشر مختارة اهل بلادي عليلو تيبوس وقيل ان وقيل نبداو البث ان شاء الله من بعد دركي بارطاجيوه الزملاء <applause> بعد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي زملائي واخوتي أه على مستوى جميع ربوع بلادنا العزيزه بلادنا الحبيبه نحييكم تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه كما عودت آه خاوتي يعني آه راني نحاول قدر الإمكان نكون نكون عفوي سواء في الكلام نتاعي ولا في 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 الموقف نتاعي يعني بكل نية صافية آه كنا لاحظنا باللي آه باللي والسبب الرئيسي اللي خلاني نعاود ندير لايف بعد ما اللي درت البارح مش بالرغم من اني مش من عوايدي انا مش من عوايدي اني نطل كل يوم كل يوم كل يوم ما عندها حتى معنى هذه الطله هذه وصمنا وحددنا على واش صمنا على الكلام يعني ترى حادث جديد اللي هو كنا منتظرينه على كل حال في 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 شهر رمضان فاذا به الوصايه راه يطول شويه الا وهو السؤال الكتابي اللي طرحه السيد النايب المحترم علي مويلحي ومشكور هو مشكور بالمناسبه والشكر موصول ثاني لجميع الناس الطارف ناس الطارف سيرتو ولايه الطارف عندها يعني عندها مواقف عندها مواقف يعني ما شاء الله وحوايج ايجابيه وسجلت وسجلت اسمها باحرف من ذهب في سبيل الدفاع على حقوق المنتسبين الجيش الوطني الشعبي علاش وكنا نذكره بعد يعني حاليا راه كاين السيد علي مويحي هذا اول مره يعني اول نايب اول نايب قدم سؤال كتابي اول نائب على مستوى الجزائر يعني قداش نطايره انتخابيه الوحيد الوحيد اللي ضرب البارود مول الخير دوا بارك الله فيه ودوا الخير ودوا الخير نتاعو انه نشكروه ونشكروه ونشكروه, ونشكروه بارك الله فيه كان سبقه كان سبقه يعني دائما فعلاً من كان سبقه السيد النائب المرحوم ربي يرحمه حسن عريبي هو كذلك يعني مباشره من حسن عريبي بعدها صامت صاموا كامل حتى لحق الدور نتاع السيد النايب المحترم علي مويلحي مشكور بالمناسبه كان سبقوا عليه عريبي نفس الشيء حتى هو وجه سؤال كتابي ما يخفلكمش باللي قانونيا اي نايب في البرلمان لما يدير سؤال كتابي الى الوزاره الوصيه كاين حدود كاين مده معينه باش يتم الرد والمده هذه تتراوح يعني في اقصاها شهر ولكن الملاحظه هذه نفوتوها ونبلعوها نظرا يعني كنا في رمضان ونعرفو كامل الادارات نتاعنا في رمضان بعد يعني شهرين تلقينا الرد ولكن الرد ثاني فتحنا فيه ملاحظه الرد نتاع الوزيره كان في خمسة 25 افريل واليوم رانا واش 25 افريل من يعني يعني من 25 افريل درك رانا في رانا في 8 ماي تقريبا بعد 15 يوم وزيد شوف يعني قداش قعدت المصالح نتاع الوزاره نتاع الوزاره هذه المكلفه بالعلاقات مع البرلمان السيده بسمع زوار ما علينا هذه امور شكليه وحيثيات حنا في غين عنها نتاع لا ريفي والديبار وكذا ومن هي خلينا من نروحوا مباشره لللب الموضوع تلقينا ولا تلقيت ناظر على نفسي تلقيت هذا الرد الكتابي واللي موجه اساسا لنا وللراي العام قاعد يقول لهم يا الراي العام يا الراي العام باللي كاين ملف تاع المشطوبين الجيش الوطني الشعبي المنهات مهامهم بسبب نهايه العقد او اجراءات تاديبيه وهاي المراحل اللي راهي تمر فيهم هذا هو اللي كنا ناديو به كنا عطشانين لمدة ثلاث سنوات ثلاث سنوات بغينا المعلومة المعلومة هذه كنا ديما نعوموا في البحر نتاع الفيسبوك وخلاتنا نتخبطوا ما خرجت عندنا ما فهمتنا الوزارة الوصية ما قالت لنا انتوما اكس ولا ايكراك ما قالت لنا انتوما شحال ما قالت لنا انتوما شكون الساعة بالدرجة الأولى ما قالت لنا واش عندكم واش ما عليكم خلاتنا وكأنه الأمر متعمد وهذا مفروغ منه التعمد ثابت كيف مشاريع هامه ما كانش ولايه في الجزائر ما فيهاش ولا ما نقولش ولايه ما كانش عائله جزائريه ما عندهاش مشطوب تعسوا من صفوف الجيش الوطني الشعبي ولكن مبدا اللامبالاة مبالاه معليش ما علينا هذا كامل قلنا نفوتوهم امور شكليه و و و خلينا منها ولكن باش توصل لدرجه انك تغلط الراي العام لهنا حبس الا هنا حبس الا هنا, هنا حبس لان الفئه هذه فئه لا يستهان بها وعندها من الامكانيات والناس والعباد ذو كفاءات اللي يمكن يمكن في وزارات حساسه ما تلقاهاش ولكن ابو انه يخدموا غير في الظل وبعيدا عن القيل والقال وبعيدا على شيط على الشيطان الممنهجه للفئه هذه كيما نقول الشيطانه الممنهجه يعني متعمدين يشيطنوها بغاو يقدموا الصوره دائما باللي هذوما مجموعه من الاشرار مجموعه من اللي زان ديسيبلينير مجموعه من 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 اللي غير يديروا غير المبيقات السبع لا احنا قلنا مرحله فاتت عليه عليها الجزائر الامور كانت واضحه بالقوسين اللي هنا نفتحوا الباب تاع التحفظ بغينا نهضروا نهضروا واش كان واش ما كانش هذه صفحة وطويناها من الماضي وفاتت قلنا تردينا وأخيرا المهم استبشرنا خير ديما ديما رأيت فكرتنا الوزارة ورجعت لنا السؤال وقلت لنا على قل قيمتنا سيدي مشكورة سيدي حماز ليكم كثر خيركم قيمتونا ورجعتونا وأعطيتونا الإجابة تاعكم كتابيا كما هذه هي هذه الإجراءات هذه هي الإجراءات الروتينية الرد هذا تلقاه السيد علي مويحي ومباشرة بعد الترقي نتاعو راهو في في الصفحة في الصفحة نتاعو هو مشكور على كل حال ونجددو له الشكر والامتنان وبارك الله فيك الرد هذا كيما نجي ونحللوه ولا نشوفوه نشوفوا فيه مقسم مقسم كالعادة العاده الى ثلاث ثلاث اقسام حنا بدون لف ولا دوران وباش ما نتهموش في باللي رانا نخوضوا في امور خطيتنا سواء خاوتنا المتقاعدين ولا خاوتنا المعال المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب مرض غير منسوب للخدمه حنا ما نخوضوش في الامور هذه هذه تعلمناها لا ما الانسان ما يدخلش في ما لا يعنيك حتى لا تسمع, تسمع حتى لا تسمع ما لا يرضيك الانسان يخلي قدره عزيز حتى هما راهو ما شاء الله وفئه لا يستهان بها وخدموا معانا ومشكورين وبارك الله فيهم ونشهد لهم بالكفاءه وخدموا معانا يعني ما خاوتنا ومشكورين على على كل شيء نروح قلنا مباشره للفقره اللي تعنينا احنا الفقره اللي تعنينا احنا اللي هي الفئه تعمش طوبية الجيش الوطني الشعبي بسبب نهايه العقدة او اجراء تاديبي المتواجدون في الصفوف خلال فترة الطوارئ 92 2011 لهنا ننهيو الجدل فضت الحكاية هذيك تاع 2001 و2003 ومن ومنه ومن ومع تلت الرعيان هذيك اللي كانوا يديروها في وسطنا مع تلت الرعيان حاشا خاوتي القصة هذيك ها ولفين سمعت سمعتو ولاخر اجابة واضحة مقنعة من الوزارة الوصية قاعدة تقول لك ويجدر التوضيح ان العسكريين السابقين المشطوبين بسبب نهايه العقد واجراء تهديد المتواجدين في الصفوف خلال فتره الطوارئ 1992 2011 الذين يفوق عددهم 103000 شخصا قال هنا نفتح قوس نفتح قوس ونستغربوا وإجابة يمكن اللي يسمعها يمكن يضحك ولكن هي تدمي القلب الداخل علاش لانه قبلها في سنة 2021 في 2021 السيد اللواء مدير المصالح الاجتماعية عندما استضافته واحد الصحافية سليمة المساني في جريدة في صحيفة الوطن بتاريخ 23 أو 3 2021 يعني في حدود عامين قل قل من عامين نقولوا في واحد 22 شهر في 22 شهر واش قال في تصريح قال باللي عدد الملفات هو 80739 وكنا نقولوا للملاحظه هذه باللي رقم 92 الف هذا راهو رقم رقم سياسي احنا ديما نروحوا مباشره لا سورس بس دحماني السيد اللواء دحماني صرح قال لك كاين 80739 ملف كيف بقدره قادر بعد يعني 22 شهر رجعنا في مية وثلاثة آلاف اللي هنا نسكر القوس على قلت لكم إجابة يمكن الإنسان اللي تلقاها يضحك ولكن تدمي تدمي القلب الداخل بغينا نفهموا هل ملفات مشطوبي الجيش الوطني الشعبي إذا كان والودة ما هيش هكا وإذا كان بايوضة ما هيش هكا باش تقفز من ثمانين الف لمئة وثلاثة آلاف أو رقم ورقم مهول لا يستهان به وهذا هو عنوان بست اللايف بغينا نوضحه للرأي العام وش كاين نحطوكم في الصورة وانتم ما احكموا كنا لباس علينا اللي خدام اللي فيه امورته اللي فيه تجارته احنا قلنا كان اللي كان يهز يروح كهذا يروح يجيب شويه دبشه في السوق ويبيعوا لهنا والعافيه دخل السوق هذا افشل امرض اقلق كل شي راهله فزد في راسه فزد تبرمج حكموا العجز وقعد والوزاره الوصيه تزوجني فينا احنا درنا واحنا درنا واحنا درنا, درنا وما كذب في كذب كذب في كذب ما كاين صحافة تهضر علينا ما كاين حرية تاع الصحافة كاين طابوهات نقولوها ونعاودوها بلا خص الملف هذا ما عندناش ما عندنا دي ستاتيستيك. ما عندنا إحصاء ما عندنا حتى كذب في كذب والأمثلة كثيرة نروحوا نتقدموا شويه في البث في البث المباشر فبعنوان الثلاثي الاول من سنه 2023 قالوا لها في الثلاثي الاول نتاع 2023 كاين الثلاثي كاين السداسي وكاين وكاين الثلاثي يعني جانفي فيفري مارس نتاع 2023 تم توجيه حوالي ربعين بالمئة من المعنيين لإجراء الخبرة الطبية تسمى تا 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 عين يقابلوا تقريبا واحد ربعين ألف من مئة وثلاثة ألاف إذا كان هذا الرقم صحيح من مئة وثلاثة ألاف كاين ربعين ألف اللي فوتت الخبرة الطبية وكاين 32 من العدد هذوما اللي فاتوا تسمى 32 من العدد اللي فات الخبرة الطبية راهو فات على اللجنة وصاي تفتى الأمر نتاعو صاي يعني 32 بالمئة نتاع 40 ألف في حدود واحد 15 ألف هل ترى في الجزائر كاين 15 ألف واحد علموه هل في الجزائر واحد يخرج واحد برك واحد ما نقولوش ثلاثة وربعة ديما نروحوا للقليل واحد علموه بنتيجة الخبرة الطبية وقالوا له يا السيد فلان بن فلان واعطوا الرقم تاع المحضر تاع اجتماع اللجنة الطبية خلينا متاع الطعون والاستشارة والأخرى هذيك الفئات الأخرى احنا فصلنا فيها وعلى بالنا بها يعني اللجنة اللي تعلينا احنا اللي هي اللجنة الجهوية للخبرة الطبية واللي بعدها تفصل فيها اللجنة المركزية الخبرة الطبية هل كاين في الجزائر خمستاش نلف واحد علموه حرم ديني لكين واحد هاي يا سيدي اللي كاين محاولة لشراء السلم لهؤلاء لهؤلاء قال سكت منهم زوج ثلاثه اربعه هذا ابني يا روح ندير معاك سوق يا اسمع انت سكت لي هذا السوق هذا بركة خليني نفوتو كذا واروح نريقلك انت ونريقلك صحابك وصاي وصاي ها هو اللي كاين ما تكذبوش حنا نقولوا ما تكذبوش وإذا بغيتوا تكذبوا كذبوا بعاد علينا راح تفوتوا هالنا بلا هكا راح تفوت المعلومة هذه وهو تغليط للرأي العام ويمكن حتى السيد النايب العام يمكن اذا كان النايب النايب علي مويلحي يعني ما ما كيفاش نطاقيه لو كان يطلع ونفسر له حتى القضيه بعد باش يكون على علم ويمكن بعد يتبع اللايف نتاعي ويفهم الخال وين كاين تغليط واعطاء ارقام لا اساس لها من الصحه ومختلفه اختلاف يعني يعني ما تعكش خلاص الواقع الواقع هكا وما هك راح يرجعوها لنا خضره بالسيف وهي راهي مكان والو بصحتهم استعملوا مجموعه من الاشرار الذي يحميهم القانون في تشتيت وضرب الفئه في سيناريو مدروس ومحكم والشكر في الفنان في المخرج اللي خرج لنا السيناريو هذا ولعبت على عقول الالاف في ولايه في ولايات الجزائر، جو تيري لو شابو ميسيو يعطيك الصح. يعطيك الصح. ولكن نقول حاجه يا سياده المخرج الهدف نتاعك انت ينطلي على بائع النفوس والذمم. الجزائر مازال كاين فيها رجال وحرار وبربي ان شاء الله طريق الحق راهو راح يوصلوها يوصلوها ربي معانا وشوف انت اللي معاك بربي باذن الله نالو قلنا قال لك يا سيدي ناريك قال لك واحد اه واحد بالمئة من 103000 دوسي هذا فاتوا الخبره الطبيه و32% تم دراسه ملفاتهم من طرف اللجان المختصه تسمى فات على اللجنه صائل القرار والحق هم بعدين واش يدير لك كاينه واحد الحيله تاع الارقام ما نعرف خوتي ما نعرف نحاول نقدر اللي كان نفهمكم كي حكى في الاجابه في الاجابه كي جاوب المره الاولى في الشق المتعلق بخاوتنا المتقاعدين لح في وسطهم الاخوه خوتنا الغير منسوبين وفي نفس الوقت كي جا يحكي علينا احنا نفس الشيء لا قالنا باللي كي شغل التضخيم تضخيم تضخيم للارقام وتهويل قال لك حقنا ان هذه العمليه لا تزال متواصله بالموازاه مع عمليه التكفل بملفات العسكريين المتقاعدين الذين لا يتقاضون معاش العطب العسكري والعسكريين السابقين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمه والمقدر عددهم باكثر من 241 الف قاعد يقول يا الشعب الجزائري راهو غاشي عظيم تاع المشطوبين هذم وزيد كملنا معاهم خواتنا خوتنا المتقاعدين والغير المنسوبين الغير المنسوبين ولاو في حتى هما في 241 الف والمجموع العام المجموع العام زعما المجموع العام هو وعلي فان عمليه دراسه ملفات جميع المذكورين اعلاه التي تخص اكثر من 344 الف كي تشوفك هذه لعبه على الاوتار في الارقام هذه داخله في في, في, في في الاقناع ورسائل الراي العام وزيد واش قال هنا مع العلم أن مع العلم يا يا الشعب الجزائري يا يا يا, يا المجتمع يا يا الرأي العام مع العلم أن ملف أفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة من خمسة وتسعين تسعة وتسعين خاوتنا الموب المباشرة سنة ألفين لا تزال متواصلة و و وخصت عددا يفوق سبعة وثمانين ألف بلاش خاوتنا الموب سبعة وثمانين ألف و وهذوما ميتين وواحد وربعين الف بين خوتنا الغير المنسوبين والمجموع واحد ثلاث ميه وثلاث ميه وربعين, وربع وربعين الف هذه لعبة لعب على وتر الأرقام نعرفوها كل وعلى بالنا المخزن نتاعها ولكن باش نميط اللثام يا أخي الكريم خلينا من إكس وإكراك وشعبان وشوال وكذا نروح مباشرة للهدف نتاعي حنا رانا فئه كنا سبعة وثمان كنا كنا سبعة وثمانين الف ولينا مية, و... مية الف. كيفاش جات علاش ما على قلنا بلافو لانه الانسان كاين اللي يدفع لي... هو ودفع ل... ودفع للتنسيقيه ودفع ل... للمنظمه ودفع ل... لا وم... ومد ومد الخامس المعارف كاين اللي, كاي اللي يدفع خمسه سته ما يلحقش للرقم هذا المهول هذا بكري هذه هذه بكري كي كان الرقم 80000 من 80000 ل 103000 صح اجابه صريحه واضحه قالت لك الوزاره الوصيه شوف يا اخي المشطوب راني نعالج في الملفات نتاعك وفق واش ان الحقوق في مجال المعاشات العسكريه التقاعد والعاطب مسيره بموجب احكام الامر رقم 76 مستلم المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكريه المعدل والمتمم ولا هنا انهي الجدال قال لك يا اخي الكريم ما المعالجه تاع الملفات هذه راي وفق قانون المعاشات العسكريه اللي كان خوكم العبد الضعيف يفصل في المواد نتاعو واللي توهمنا باطلا وزورا وغيرة وديكتاتورية وتطرفا لأن نعلم وفوق كل ذي علم عليم بالضيف قبل ما يقوى قبل ما يقتلوه قال له باش فاتتنا الأمم هذه بالعلم هو لا واحد كيكون فاهم هكا يديرون يشتيوش يديرونجيهم يديرونجيهم بعد يخرطلهم لهم في واحد الحوايج هما في غير عنها انهي هي الجادل قال لك يا اخي الملف نتاعك راهو يتم المعالجه نتاعو وفق قانون المعاشات العسكريه اللي كان يفصل فيه خوكم بلادي من قبل تشفاو عليه تشفاو عليه صح اللي قال لك هذاك ما يعنيناش وكذا ومن هي ومن و... هي يعني فرض القصايص يعني يعني فضل قصيص كل فضل قصيص كل فست سبعين خويا غانيا يعني يقسم بالله الإنسان ساعات الصمت وأبلغ أبلغ أبلغ من أي كلام حنا ما فهمناش درك أنا ما كيفاش راهم يشوفوا فينا ما فهمتش والله لا فهمت ما حيروني ربي يحيرهم إن شاء الله لما تفوت قلنا لما تفوت على 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 واسمو انا كنت نقرا في لي كومونتير ونستنى في واحد الاسئله ولكن للاسف مازال ما 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 طرحوهاش الاخوه نرجع دوك هذا الرسمي الوزاره قالت لك اخويا انا عندي زوج قوانين نخدم قانون المعاشات وقانون المستخدمين فضت فضت صح اذا كان ايش الاخر قال كنتو شو رجالة نروحوا مع بعضانا نجيبوا الحقوق نتاعنا باسم الفئات جميع جميع الناس حتى واللي يخدم نهار معني زينه ومليحه واذا لقيتو رانا قاعدين هاو يطبق عليك قانون المعاشات العسكريه قلنا ولو كان جاء لو كانوا مواجهوا في القانون يعني قد قد عندنا حالات كاين اللي يفوت الخبره الطبيه تروح تسقسيه وكتاشوا يا يقول لك العام اللي فات واحد يقول لك عندي عامين من اللي فوت والنتيجه كيفاش كي القانون قال لك لازم تعلمو بكذا قبل ست شهر تحت رساله مضمونه الوصول او اي وسيله الكترونيه تضمن الحق في ذلك وين راه البند هذا علاه ما تبقوش؟ آه يقول لك انا خاطري آه هاي شوف ترى مع شوف مع جماعه تاع الجزائر العبد الضعيف راني نفس الشيء انا يعني قلت لك ابسط مثال مش احكيولي ما نسمعش من قيل وقال مش يعني كي نحكي على الملف نتاعي انا باللي راني نهضر على الانا اعوذ بالله من كلمه انا مثال قلنا مثال نجعلوها سيدي الملف بالضخامة هذه وبالتعقيد هذا مش تاع بلادي لطفي خباوات تاع أي مشطوب خويا اللي فوت مثلا اللي عنده عامين هل هو بالدرجة تاع التعقيد اللي تخليه يقعد الزمة لمدة سنتين بعد إجراء الخبرة الطبية ما تعلموش واش دار هذا أي أيوة واش دار واش دار واش دار واش دار تمير في واحد طبقو في شهر هو واحد عامين ثلاث سنين وبعدها عامين لي خبرات طبية خمس سنين وما علمته وما قلت له تقول له راني يا صائيء ومني وتكذب, وتكذب على الناس وما تحشموش نتوما ما يا خوتي يا يا الرأي العام، راني يعني بربي إن شاء الله دوك نحاول قدر الإمكان، أنا زيني ما نزيدش ندير ندير لا اللي لايف لهنا، اللي نروح مباشرة للرأي العام، نديروا فيديوهات للرأي العام، للمجموعات الكبيرة الكبيرة، للرأي العام باش يفهموا حتى الإنسان اللي 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 نقولوا احنا مش مراهق، الشباب الجيل الصاعد باش يفهم، باش يفهم القضية هذه كيفاه. الكثير منهم يسمعوا كلمه المشطوبين عندي جيراني كثير المشطوبين هذو وش يا عمي بلادي يا عمي بلادي المشطوبين ونحاول نبصلهم المشطوبين اللي هما كانوا قاعدين لا باس عليهم كلاهم قلبهم على بلادهم سمعوا منادي الوطن يناديك الوطن يناديك الاشهارات في التلفزيونات لا لا الاعلانات في المقاهي وفي المطاعم الوطن الوطن حركوا فيك هذا قالك نروح نقاشي انا نروح نفك بلادي كيما كان الحال يا الوطن نراه والوطن يناديك والخوانا والدول من منهيه ورحنا, ورحنا خدمت وفوت اليامات اللي كتبهم رب العالمين وخرجوك كل واحد كيفاش خرجوه كان ظلم وبطش وحقره نفس الشيء ما يختلفش بزاف الزمان تاعكم على, الز... على الزمان تاعكم درك على الزمان تاعنا كيف كيف مش بعيد واحد يشوفو كذا يفوت عنده تاع لا مرازي شو شيا هادي تمسخر بيا كان زور آه دي آه زاري كاينه ولا ما كانش كاينه يكمل لي زاري لي زاري تاعو يلقى يلقى, يلقى دار لو شونجمون دو بوزيسيون يكرهلو حياتو يجيبها عقاب عقاب وعقاب وعقاب سواء يدير له فيلم يبعثه يروح سواء يكرهه يروح يروح يخرج يخرج وحده ما يعاودلوش الكونترا تاعو يعني. كاينه ولا ما كانش كاينه نكذبوا على بعضنا هنغطيو الشمس بالغربال الجزائر كل عندها عسكريين والجزائر كل ما كانش اكادو اجزم ما كانش لقب في الجزائر ما عندوش ما عندوش عسكر في الدار بعد ما خدمنا كاين بعض الانتهازيين وكانت واحد السياسة معينة نقصوا بها الفكتيف نتاع الجيش الوطني الشعبي بداو يشريوها للناس خرجوهم ربحوا كاين اللي تاداروا له مجلس تأديب الثم في السكانة نتاعو بعضه روح كاين اللي تربن راح التريبينال وروح كاين اللي دار الضوموند نتاعو كره يا اما يباصي لحقوه لحقوه للروبوا تباصي مدى حياتك تروح تروح نروح نروح كاين اللي مع باله لا في باله ولا في خاطره جات الرادياسيون هذو هما المشطوبين هذو هما المشطوبين باش تفهموا يا الراي العام قالت لنا نروحوا جيبوا الملفات اعطيناها الملفات ها من الملفات نتاعنا في تقريبا في 2020 ها من الملفات ها روحوا اديهم ال روحوا احنا اللي عود. احنا اللي عليها قالت لنا روحوا اديهم المكاتب تبع المنظمه وصاي رح نديناهم المكاتب تاع المنظمه المنظمه كان الدور نتاعها توصل الملفات للنواحي وخلاص ضربوا عوام مده معينه قال لك حقا حقا بدلوا لي ليست استغل مليح السياسه بدلوا لي ليست واش كاين ولدي واش وقع هو آه لي ليست السيديه درتوهم بالعربيه بدلوهم كل بالفرنسي مع اللوجيسيال وما اللوجيسيال زينه ومليحه سيدي و المشكله سيدي نخدموا خدمه مليحه عاودناهم فاتوا مده معينة قال لك يا خوتي ازر بزر 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 بزر, 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 بزر واش كاين قال لك عاود الدوسي في السي اس واش كاين على واش يخي ملفات قال لك حقا حقا كاين تصفيه حسابات وكاين ملفات ملفات رحت في اطار تصفيه حسابات شخصيه وما لحقوش وا, وا 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 وهي كامل تصب في في التعطيل تخيلوا ما تخيلوا راني يعني قاعد نحكي لكم في السيناريو يعني بالمختصر المفيد مش الخاوتين للراي العام على خاطر من بعده مو شوفوا الفيديو هذا عاودنا الملفات ما علينا سيدي قول لهم انت يخرجوا ويفهمونا ولا يقول لهم انتم هاكم عطيتونا الملفات وانتم طا العدد انتم طا الا اليوم بعد ما بعد يعني من 2020 21 و22 و23 اليوم طلوا علينا في اجابه رسميه اول مره سبق قال لك انتم في وثلاثة الف وثلاثة آلاف ورانا فوتنا منكم ورانا طلعنا منكم وهو كذب في كذب حتى اللي فات ما علموهش تلقى حبه في ربعي ملف نتاعو مخلط مشطوب طاف تحول رجع حاد فعامل عامل او خلص ولا اللي معروفين على الساحة ما كان لازم نفصلو خلي ترازيتنا في بيتنا ما كيما يقولوا نعكس عكس المبدأ نتاعي انا ما نخوضوش في, في السوق هذا لا يسمن من ولا يغني اللي داب صحته لنبدا صحته هذه هي القضيه نتاعنا وما فيها باش تفهموا يا الراي العام القضيه تاع مشطوبي الجيش الوطني الشعبي انا قاعد نقرا في التعليقات نتاع نتاع خاوتي أنا حيرني الشفر هذا نتاع 103,000 والله الله حيرني. ولا هنا تجزم واش تقول ختاما يجدر التوضيح أن وزارة الدفاع أول أولت ولا تزال تولي اهتماما خاصا من أجل التكفل بانشغالات المستخدمين الذين ينتمون لصفوفها زعما صح؟ في حدود ما يسمح به التنظيم المعمول به في هذا المجال وكذا نتائج خبرات الطب الشرعي. على ضوء نتيجه الطب الشرعي يتم الفصل في الملف نتاعك. اجابه واضحه وضوح الشمس. من حيث المبدا اللي تفاهمنا عليه كل قلنا جميع من شارك في العشرية السوداء 92 ما نقولوش 92 انا ديما تغير وتسعين هذيا نحب دائما نفتح المجال خاوتنا اللي عندهم مكانة خاصة خاوتنا اللي في الاحداث تاع 88 احنا كي كنا نقراو في الابتدائي هما كانوا في التكنات وارواح وارواح معها جميع من في الجيش جميع واحد نضر في الجيش تعنيه حاولنا قدر الامكان مرة اللي فات يعني مرات اللي فاتوا اللي 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 تلاقينا مع بعضنا في بث مباشر انه نفصلوا في قانون المعاشات وقلنا اذا عينكم يا ولاد الناس ويا رجاله ويا ابطال باش نجيبوا الحق للناس كامل كل ما ما ما, ما يستثنى منها حتى واحد نروحوا مباشره للهدف الهدف طالب السيد رئيس الجمهورية بمرصوب يقول فيه تمنح منحه للعاطب للافراد المشاركين في مرحله استتباب الامن خلال ألف 1992 ولا 1988 ويفتحها حتى نهايه الازمه الامنيه ورفع حاله الطوارئ واش يشفع لهم يشفع لهم سنوات الخدمة في الجيش سنوات العشرية السوداء هذه الملاحظة نروح نجيبها نروح نطالبوا بتوسيع جدول الأمراض المهنية اللي مازال زال يمشي بقانون تاع الطبيب الفرنسي ألبير ولا وسميتو 1967 من 67 الامراض هذوك الجداول هذوك ومن بعدين عدلوهم في في 82 ما زالوا للذرك معاهم 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 رانا في 2023 امراض خلق الذرك وتفاقم طار على الفئه هذه جراء الانتماء نتاعها ولو كانت نفسيه لانه واش يقول محيط فيكم تا واش داك واش داك انا يقول لي واش داك على رحت جيت على ما حاربتش الوطن نو قلت ولدي راني ولد اصل انا ما اي انسان يقول لي هذه لانها داخله في العقيده هذه مفروغ منها القضيه هذه ولكن كاين يتاثروا لانه اللي كانوا ضد عنده شهريه عنده امتيازات عنده اولويه وانت واش درت اللي خادم عام وعامين وثلاثه وربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه حتى اللي خادم 14 14 وثمان شهر يعني بقوله ربع شهر يخرج ثلاثة هم عندنا هم كاينين كان ضباط هانيك غير ضباط في بعضهم تصفية حسابات وعدنا 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 اني ما فهمتش انا اذا كان الراي العام شوف جاي شوف اخواتي بيوصلين عليه اذا كان الجزائر جزائر واذا كان دوله وإذا كان صحافة وإذا كان رأي عام وإذا كان وإذا كان الناس اللي تهمها الأمر والأمر تاع البلاد هذه ويتابعوا في الشؤون الأمنية رانا نقول لكم باللي هذا راهو تغليط للرأي العام والإجابة هذه ولا المواقف هذه راهي ما تعكش الحقيقة اللي رانا نشوفوا فيها على الواقع ونقولوها بكل صراحة وبكل مسؤولية وبروح مسؤولية لأنه واقع معاش اكبر دليل يعني نعرف انا يعني مع ال... سواء هنا في البلديه اللي اللي راني فيها بلديه تزبغ ولا الولايه نتاعي ولايه وليت... ولايه خنشله بصفه عامه نعرف الناس اللي فاتوا الخبره الطبيه ولكن السياسه هذه روح فوت الخبره الطبيه وريح ترونكيل اللي كاين اللي عنده عام كاين اللي عنده عامين وكاين اللي يروح ذركا باش يروح يدي الخبره الطبيه يدي الرساله من المصالح الاجتماعيه على مستوى الولايه يروح يعطيو له رونديفو من من العام الجاي 2024 ويقول لك التسويه راهي مليحه سيدي راهي اه راهي اون مارش واحد يبدا يخلص بعد واحد واحد يبدا يخلص لانه ما يقدرش يخلصوا الا اذا كان فات على اللجنه والتاريخ نتاع الخلصه نتاعو ما كا ما كا ما يقدر حتى واحد يخلص قبل ولا بعد لانه محكم بالقانون القانون هذا يقول لك تحسب له الخلصه نتاعو ابتداء من تاريخ آآ التاريخ تاع محضر تاع اللجنه اللجنه الخي... لجنه الخبره اللجنه تاع الخبره الطبيه من دات اللي فات عليه الدوسي تاعك واحد ديجا وفات لانه تحدى اي واحد ومستعد لاي مناظره راني جاهز تاريخ تاع الخلصه تاعك كيفاش يبدا يبدا نهار الملف نتاعك يفوت على اللجنه الطبيه واحد الملف نتاعو قالوا لهنا قالوا كاين 32% من 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 40% نتاع نتاع 1000 و 3000 1000 و 3000 ندوسي 100 و 3000 ندوسي 100 ندوسي و 3000 يعني واش حب يقول لهنا المفروض واش نلقاو في الواقع اكثر من 20000 اللي راهو يخلصوا كاين صح اخوتي عشرين الف عيطوا وقولوا واهضروا كاين عشرين الف اللي راي تخلص في الجزائر خاوتنا من الفئة تاعنا من نهاية العقد التأديبي كاين عشرين الف ما كاينش كاين عشرين الف اللي بعلموهم وقالوا لهم اواكي هاي قاعدة تقول لهم اكا قاعدة تقول لهم ها هي الوزارة قاعدة تخاطب الرأي العام قاعدة تقول لهم هذا في واحد بركه في ثلاثي واحد نتاع 2023 فبعنوان الثلاثي الأول من 2023 تم توجيه 40% من المعنيين يعني 40% واش معناها؟ يعني 40000 يعني تقريبا نص راهو صاي فاتوا صاي وكلش فات على ليكسبرتيز و 32% من هذو اللي فاتوا صاي تمت الدراسه نتاعهم صاي تمت دراسه ملفاتهم من طرف اللجان المختصه أشكو هذا كائنة أشكو هذه القضية هذه كائنة في الواقع ما كانش كذب وزور وبهتان يا سيد النائب علي مويلحي ومشكور على المتابعة في إطار متابعة على القضية هذه للإعلام للإعلام في الواقع لو ما كانش ونتحدى أي إنسان بلغوه بنتيجه الخبره الطبيه نتاعو ولو ان القانون يلزم الانسان يبلغو عن طريق يعطيه يعطيه المحضر المحضر تاع اللجنه بالايجاب او بالسلب باش تكون عنده ست اشهر في يده باش يدير الاجراءات نتاع الطعن الهضره هذه راني مانيش قاعد نقول فيها انا هاكم انتوما اللي تقولوا فيها هي قريتونا وقلتونا هكا ها هو كي المرصوب نتاع 2008 اللي حدد المهام نتاع اللي وكل لجنه واش دير وكل لجنه وكتاش وكتاش ها وكتاش عندك عندك ست شهور في يدك باش تعلموا ها تقبل تقبل الطعون في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم تبليغ المقرر الطبي ها ها أو المقرر صريح أو, المو أو العزو من الخدمة، العزو معناها النسبة للخدمة. لا يمكن للمتلمس أن يقدم سوى طعنا واحدا، يعني فرد واحد عنده طعن في حياته، مرة واحدة. هذه الهضرة هذه مش قاعد نقول فيها أنا. هاك نتوما تقولوا فيها، ها هو كي السيد ها هذا؟ ها لطفي هذا عبد الملك قنايزية. ولكن الواقع

كما قال خالي اي شيخو راح يشيخو بينا حاسبوني الناس دواب بغل بغال ما يفهموا لا يستفهموا في الامان روح ليه في الامان دز ليه في الامان وشوف الناس اللي عندهم يعني هذيك الثقه نتاع الاستغباء والناس تبع فيهم نهار كي قالكم العبد الضعيف هاو الموجود ها الطريق اها في هذاك اي هذاك هو يلعب في مصارحه راه راح يحال للمجلس عند ولد بلاده عند عند السيد النايب سليم مراح راهو يدير في القضاء في القضايا نتاعو ال... هو وربي وشاهد والله ربي شاهد قسما برب الكعبه اذا ديفي الدروات والله قوس ربي يجيبها لي كانت النية نتاعي صافية نهضر بصيغة بصيغة الجمع مبدأ في حياتي ثاني زعمة 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 أنا أعطيك مات السؤال ربي وعندو حبابه أنت أنا, أنا أعوذ بك راح لي أنا في المعرفة هاني ما خلص هاني ما خلص راح تغيب لي راح تغيب لي نهز من ناحية الفلان في فلان في فلان رجل روح تروحوا بلع فمك راح لي ما تغيبليش قضيه قضيه مبدا مبدا وربي سبحانه قبل كل شيء رأوا حقي راهو حقي مامن بيه وبغيت خبزه على ليا ليا ولولادي لاني تظلمت ومني الالاف هاني يعني ديما أنا 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 يعني نتحاشى الكلام على 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 انا مني الالاف اللي تظلموا ما رضيتش انا ندي الطريق هذه واللي رضاها بيسال عليه كل واحد المبدا كل واحد عند عنده واحد عنده كي طلعه كي الهبطه ما عندوش مشكل وكاين واحد اللي بغى خبز لحلايه ليا يجيبها بالحق بالحق وتلحق حق لا وسيط لا معرفه لا يديك لا يجيبك ولكن استنينا وقاعد نشوف الطرف الوزاره الوصيه هذه وين مروحه يعني وين مروحه يعني بعد سنتين ما علمتكش تروح تفوت الخبره الطبيه بعد يع... بعد عامين وانتك مازال تستنى ما على بالك لا متزوج لا متطلق لا لا تروح تخدم لا ما تروحش لا 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 لا, لا, ما لا تروح تداوي لا تروح لا تروح, تروح تسعى لا تروح كذا ديما بدالتلك السوق هذا مرتبط به ورجع فاشل شكون راح يقدر يخدم بعد ولا تروح فاشل رجعت في لا ما تستنى في مك الحنينه هذه وزاره الدفاع اللي راه اللي هربت عندها قلت لها يما الدنيا راهي غوله راح تاكلني فاذا بهي هي الاولى اللي اعطتك كف الاولى اللي جحدت تضحيات نتاعك والاولى اللي خذلاتك والاولى اللي ما شافتش فيك وتعطيك بكف تخيل واحد يجري عند امه طفل صغير يجري عند امه قبل ما يلحق يا اما يما ما يا اما حقروني وكذا وتعطيه كف بصحتكم انا قلت لك انا المخرج 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 مخرج هذا اسمحوا لي يعني كبول اسمحوا يا كبول صح صح أعرف في يخيرهم شوف دراسة نفسية يعني بالواحد 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 طاف 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 نصبتوا علينا سوق ضحكتوا علينا أمة لا إله إلا الله بصحتكم ولكن يجي نهار وين الحق يبان والحق يوصل لما عليه الحق بإذن الله يوصل لما ليه بصحتكم نقول له هاي الطريق هاو الموضوع ها هوكي، ايوا بار كل مره ينصب لك سوق ساعه منسق ولاي ساعه ضاقر ساعه من هي، ساعه من ع... يعني الاحداث رانا شفناها كل الاحداث رانا شفناها كل نعيد ونكرر بان الاخ الاجابه هذه اللي تكفلت بها الوزاره المكلة الوزاره أو الوزيرة بسمع بسمع زوار الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في تحمل في طياتها الكثير من من المغالطات للرأي العام والكثير, والكثير 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 من من البهتان والزور و والباطل في حق من افنوا شبابهم وزهرة شبابهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي وتم فصلهم وانهاء مهامهم باسباب تعسفيه افتحوا المجال خلاص درك الظلم والله مازال كاين انا قاعد نشوف انا الانسان هذا اللي قاعد يتعامل مع الملف بالظلم هذا كيفاش راح يكونوا المرؤوسين اللي يعني اللي هو رئيس عليهم قاعد نتخيل سواء في مصلحة ولا في إدارة ولا في ولا في بطايون ولا 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 راني قاعد نشوف الظلم اللي راه صاير درك ليه لأنه مادام يظلم درك مازال ظلم بكري ومازال يظلم درك تسمى نفس الشيء رأو مازال يعيش في لي مو في الظلم مازال كاين الظلم مازال كاين الظلم وما كاين مازال كاين السرقة ويكذبوا على الناس رانا نريقلوا كل شيء توفى ومن هي ومن هي تخرج من هيك. نباركولكم على كل حال. لكم علاش لكم لانكم نلتوا نلتوا نصيبكم. ولكن بارك الله فيكم. بينتوا لنا الرجال من الالذان. عرفنا ذلك أصحابنا صاي باين مفروغ منها بانوا أصحابنا ذلك عرفناها ومشكورين يعني هو سلاح ذو حدين كسر لك الدار نتاعك ولكن تعرف خاين الدار خاوتي نعيد ونكرر المقترح نتاع هذه اجتمع على ان لا معاش مع فيها اقتراح واحد والعرض مازال باطل واحد من ولايه واحده ما نقولش بلديه باطل واحد من ولايه واحده ذراعي على ذراعك مخيط فمي مضرب عالي الطعام حتى يفرج ربي ام ثمانيه وخمسين راجل وثمانيه وخمسين الراس في الطرحه خلي قدام ربي عباده والناس كامل تتفرج هذه هي فضت باش نولي ونبزغوا في الماء هاي ولايه ولاخر ضلع منا ولاخر منا وطلع همه ومن هي ورسايل رسائل سياسيه وتسيست القضيه والشرق مدرك من الشرق لاحوه في اونغار نتاع الدجاج ظرك الحادثة هذه ما بغيشنا نبلعها بغض النظر النيه نتاع الاخوان نتاعنا لي مساكين هذيك هي النيه تاعهم ونساو باللي يلعبوا مع احترافيين في بيع الذمم وفي بيع الاصوات ما نقولش الشرق برجاله ما نقولش الوسط برجاله ما نقولش الغرب برجاله ما نقولش الصحراء برجالها الجزائر كل برجالها مازال مازال كاين حراب ومازال كاين ابطال ولكن في الوقت المحدد راح يبان عودتنا الجزائر كيماك فات بزاف على مراحل يا ما فاتوا امثالكم وحكاو علي عليهم, عليهم بكري من خونة وانذال اللي باعوا الوطن فما بالك الزملاء بثمن بخس وكاين مثالكم اللي حكاولنا عليهم في الثورة في الثورة الجزائرية يعني يا داخل مصر من الكلوف ولكن ما دام التاريخ عنده قلم وما عندوش ميمحات الى مزبلة التاريخ طيشوا عليكم الركايا خاوتي طيشوا عليكم هذا ماذا هذم مسوف ما جيل هذم طيشوا عليكم هذم اللي قاعد يلوحوا فيكم في الصافة في القفا ويصوقوا فيكم في كل في كل موسم نتاع 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 صفقات طيش عليك الهي طيش عليك بيك وبين نفسك ترجع ما تكونش عندك ذاكره تاع ذبابه ترجع اللي خانك مره يخونك مرتين ويخونك ثلاثه ويخونك العمر الكل تاكد لانه تزول الجبال ولا تزول الطبائع نقولوها ونعاودوها من عاش بلا مبدا مات بلا شرف اللي ما عندوش مبدا في حياته ويموت بلا شرف صوتي نقز تاع شوف نقولك حاجه احتلوا احتلال هذا الموقع هذا ولا الفيسبوك هذا ها هو 24 ساعه على 24 ساعه بصح راك في مزبلة التاريخ ما تهمني ايا كان انتماؤك ولا اصلك ولا فصلك بصحتكم بصح كاين ضحايا اللي رانا نخاطبوا فيهم درك للاسف كاين ضحايا كاين اللي يستغلوه لانه نقطه ضعف الانسان اي انسان هي الحاجه الحاجه ولادته لازم ياكلوا ولادته لازم يلبسوا ولادته 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 اللي تجمعنا كل الحقوق هذه بغض النظر في الاختلاف تاع المستوى المعيشي ولكن اشتركوا كامل في نقطة واحدة اللي هي رد على الاعتبار سع وبعدك يرحمها رب العالمين <applause> رانا نخاطبه في الضماير الحية طيش عليك الركاي ما يهمش الكثرة صدقوني والله لا تهم الكثرة لأنه لو كنت تخدم على الكثرة راح يكسروك ويعرفوا كيفاش يكسروك حلت الراس واحد يا دين الله ما تقدرش تهز درابو نتاع ولايتك تكون اصلك مفصل من هز درابو نتاع ولايتك اخرج مت ربي يرحمك هذه هي الثورة فيها الشهادة ربي يرحمك في الامان تربح على هل راك عايش نسقسيك نسقسيك انت راك عايش وين عايش تزوز دور مستخسرينها فيك منحه نتاع العطب نتاع 14400 ألف و دينار مليون و 440 ألف وتشوف في التمرميد اللي راك اللي راهو صاير على جالها تقولي راني عايش هاي موتك خير من حياتك هز درابو نتاع ولايتك يدك في يدي و ذراعك في ذراعي نربطو عزريهم هك بالحبل هك ان ولا نخيطو نخيطو هك بالمساك نخيطو معاك ما نحاورش معاك راني جيتك فارس من ولايتي هاي الولايه نتاعي كل واحد ولايته مضرب عالي طعام صفر دينار اين الحقوق تاع الولايه فض. ما زوز لا لا 14 ل لا 50 للسوق نصبطهم كون جاو يجيبوهم جابو بكري ما تحشيري ما نحشيرك بزيد ها سبحان الله بزايد ما كرهتوش بزايد بزيد عليكم ها سبحان الله العظيم قلنا واحد عجا واحد من ولايه رسالة واضحة في الأمان آه يكذبوا عليكم بغاو يسقسيونا بصفة رسمية دوك نقطعوا في الروزوار آخر معاه أو يكذبوا عليكم أو للذركة مازال ما تمتش التسوية أبار دفعنا ملفات وما با خبرة تدفع الملف نتاعك الخبرة الطبية نتاعك وروح كاين اللي مازال ما فاتش الخبره خلاص مازال يا ولد كيستنى كونفيرماسيون ما كونفيرماسيون تقول هذا حرق ما نعرف واش تدخل الارشيف العسكري والعقاضاء العسكري وما نعرف اون الفئه هذه ما نعرف واش دارت وهي لو كان قارنوها بساعه واحده ضد البلاد الطلعه اللي يطلعها الحارس الطلعه اللي يطلعها الحارس قف الكلمة ويعطيه الكلمة ويطلع خير من خير من حياة الإرهابية هذا حياته كل دار غير لقطة هذه قف الكلمة وروم صاحبه بالنسبة لي أنا فيه ثقة لأنه كان يحرص يحرص بكل أمانة على جلواش علي أنا وعلى مثالي بزاف وعليك انت يا مسؤول وعليك انت واللي بفضلهم اللي راكم عايشين درك فيها حنا تعرضينا وتحاشينا ندخلوا في الصراعات هذه ولكن مثل تلزوناش ربي يسال عليك حقوقنا وفقت او كان يحرص عليك انت تحكم له انت كامل دوسي هاو الملف هذا يضرب عندك خمس سنين واش هي انا ما فهمتش انا الاختراع اللي راح خمس سنين عمك خمس سنين يا محمد خمس سنين في وزاره سموها وزاره الدفاع الوطني يفهموا وناس وافهموا وعلى واحد رانا دركا نددو ونخرجوا ونديرو كون كاين علاه زعما علاه كرهنا بلادنا فارغين شغل آه وش واش يه ما كانش ما كانش يكذبوا علينا في لما كذبوا علينا وقاعدين يكذبوا وما زالهم قاعدين يكذبوا نخرج انا خو صحابي نقولوا تو نخرج انا نقول لهم صاي وكذا وهذا ومن هي مشوشين والى بد قر عليك ايش مش حرورة راه هاك الساعة، راني ولد حر قر عليك مانيش انا مانيش انا اللي كيلان ديالي تقول في وذنو واش قلت يقول مانيش انا اللي نتقرى هني والدصل الحمد لله وش راح نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وبربي ان شاء الله هذا وعد بربي ان شاء الله وكي يطلع عليكم من خيرة ما انجب هذا الوطن هذا يطلع عليكم في مفاجأة ما تصوروهاش وما توقعوهاش بإذن الله اللي يهمهم حقوق الجميع بدون استثناء اللي يهمهم الزوال يخوهم الزوال هذاك اللي عشاني لا ما عندوش اللي بعيد اللي صافي وافي لا على انتماءات سياسيه ولا حزبيه ولا محاوله تاع التاثير تاع طيار على طيار اللي صافي يطل عليك ويخلق لك المفاجاه تاكذب على روحك اكذب على الناس وقولهم لهم كل شيء مليح والملفات هذوما لا غال بقدرة أصبحوا بقدرة قادر من ثمانين ألف إلى مئة وثلاثة آلاف وصحابنا يقول لك وتسعين ألف ويشيخوا بأمة محمد وفي عامين في ثنين وعشرين شهر آه من ثمان آلاف إلى مئة وثلاثة آلاف قاعدين ما حتى الوالود ولا البيوض ما يجيش ما تركبش بعد ما تركبش تلخوتنا الغير منسوبين يعني نشوف فيه يعني تصريحات راسك كيحبس في الاجابه كيجاوبوا كيجاوبوا كاش تعلقنا ويسمحوا مع كل احتراماتنا المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بعش غير منسوب للخدمه بكري وش قالوا في وقت ربي يرحمه المرحوم حسن عريبي ها حسن عريبي كيجاوبوهم وش قالوا لهم قالوا لهم صاي تم الاعلان انها منسوبه لخدمه اي بنسبه 69% تسمى بقات لكم غير 30% بركة ويتفك الدوسي نتاعكم اللي هنا واش قالوا لهم اللي هنا واش قال اللي هنا اللي هنا تاع تعامسه تعامس وين هي هذه نتاع تاع تعبت خاوتنا يا ربي حنيه من هنا في في المجموع هاي ميتين وواحد وربعين ألف اللي ما زالت هي تمسخر لي الناس هي دركا دركا عليها يا جماعة الخير احنا لقينا احنا في اللقاء الصحفي تاع السيد رئيس الجمهورية مع مع الصحفيين الهضرة زي والواقع زي هو يقول لك ينادي بحريه الصحافه وفوزات ليبر ما كانش حاجه اسمها طابوهات راح تقول انت من اسرار الدوله تسويت ملفات نتاع مشطوبي الجيش الوطني الشعبي عليه راه نسرق ولا دير مزيه من اسرار الدوله هذه تناقشها عادي جدا درك غدوه غير غدوه ذوك تلقى صحافي خرجها في الخبر ولا في الشروق ولا كذا الاجابه هذه ويدير منها موضوع وكذا ومن إيه والناس كامل تقرا والناس كامل تعلم بصح تعلم في الكذب الناس عامين ما قالت له ما قالت لا يا اخي كريم وتنهي الصراع هذا مباشره يا جماعه الخير صح روح انت فوت الخبره الطبيه ما تسالش يا اخوي المرض نتاعك غير من سو. انا نمشي بالطابل وهذا ربي يا خويا دير الطعن نتاعك رجل الملف نتاعك ربي يسأل عليك يا أخي أروح أنت، تا راك تسال ها هو كي المحضر راك تسال أخويا مبروك عليك أخويا ولكن الخلصة نتاعك تبدالك لك من نهار نتاع نتاع يفوت الدوسي نتاعك على اللجنة نتاع الخبرات الطبية سواء نقول الجهوية وبعدين المركزية بقرار نهائي هذه هي أها خلوها هكاك مغمومة 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 وأنت عوم بحرك أنا قلت لك العبد الضعيف عندي عامين وامثالي الاف وكان اللي عنده عام واللي كذا واللي حاكم نضيفه على عام ويقول لك رانا نريقلو في الملفات <applause> راسك يحبس المهم عموما إن, ان شاء الله نكونوا نكونوا وحطنا بالاجابه هذه واعطينا لها قدرها نجدد الشكر والاحترام والتقدير للسيد النايب علي مويلحي وتحيه خاصه لخوتنا في في ولايه الطرف مشكورين مشكورين خاوتنا وزملائنا في ولاية الطارف وعلى مستوى جميع ولايات الجزائر هذه هي خاوتي هتقعدوا قعدوا نفضوا الغبار على ارواحكم وقوموا قوموا, قوموا قوموا الى حقوقكم يرحمكم الرحمن نوضوا تقعدوا قعد على حقك حتى ربي يرحمك هذه هي خاوتي ان شاء الله نكونوا 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 فوتنا فوتنا مع بعض اي سؤال اي لاخر ولا نخلي ولا هذا اللايف وحده نعاودوا نطلعوا بعد ان شاء الله في السهره لايف أنا, انا قدر الامكان ما عنديش هذه السنه هذه ولا سنه حميده هذه نتاع يعني على كل حال انه يخ... الناس تطلعوا وتشارك و... ويتبادلوا النقاش بلكش شي ينتقدوني بلاكشي شي كذا ونجاوبوا لان علاش؟ نعرف واحد الزي ديت عليها تلمو نظره تاع بك نتاع الاخر في فيها كي يكون فيها الناس ما مش في حالهم تيح القدر الناس تطيح الناس كذا ولو اني نجمع نحاول قدر الامكان الصفحه نتاعي نتاع لطفي خابوات بلادي قدر الامكان يشوفوا فيها غير الناس نضاف اللي يتفرجوها انت العوايل تاعك يعني ما كان لا سب لا لا, لا قلت احترام لا والو حتى الذباب بعد حتى الذباب اللي يقلقني انا يضحك لي لهنا ولا كذا مباشرة من الحضر انا نديجاجي عليا يعني عندي طبيعه فيا انا وتمنيت الناس كامل دير مانا دير ما عليك يعني الركاي غلطت من طيش عليك طيش عليك روح يا ولدي روح اللي يخلق ما يضيع روح صوتي فوتو وخلاص قائمه تاع الحظر نتاعي عندي قبيله قبيله شفتها كانت تقريبا قيل الفين وميتين وواحد وسبعين الفين وميتين وواحد وسبعين اسم مستعار واحد شجرة واحد حجرة واحد قوطي واحد ملك الرحمن واحد سلسابيل واحد اخر ما نعرف واش فيه ما كلش بغيناك البلوك الناس شرفاء نتناقشوا ان شاء الله دوك نحاول قدر الامكان نخص وقت معين للحاجة هذه ونديروا لقاء ان شاء الله ونتقابلوا فيه ونشوفوا واش يلزم واش ما يلزمش تحياتني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته